بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بفقه المواريث وقسمة التركات، وقلنا بأن من الورثة من يرث بالفرض، ومنهم من يرث بالتعصيب. ما هو الفرض؟ قلنا نصيب مقدر شرعاً لوارث لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. وأما من يرث بالتعصيب فهو الذي يرث بدون تحديد، إذا انفرد أخذ جميع المال، وإذا كان معه صاحب فرض أخذ ما أبقت الفروض، وإذا لم يبق شيء ساقط. وقلنا بأن أهل الفروض أو الفروض المقدرة والمبينة في كتاب الله ستة: فريق من الورثة يأخذون النصف، وفريق آخر يأخذون الربع، وفريق ثالث يأخذون الثمن، وفريق رابع يأخذون الثلثين، وفريق خامس يأخذون الثلث، وفريق سادس يأخذون السدس، وفريق رابع يأخذون الثلثين، وبعدهم الثلث ثم السدس. أهل النصف قلنا خمسة، وأهل الربع اثنان، وأهل الثمن واحد، وأهل الثلثين أربعة، وأهل الثلث ثلاثة، وأهل السدس سبعة. لو أردنا ذكرهم باختصار لقلنا أهل النصف خمسة: الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، ذكر وأربع إناث. الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت من الأب، هؤلاء يمكن أي واحد منهم يأخذ النصف. وأهل الربع اثنين: الزوج الزوجة ولا ثالث لهم، وأهل الثمن واحد: الزوجة أو الزوجات واحدة اثنتين ثلاث أربع الثمن، وأهل الثلثين أربعة: البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات من الأب، وأهل الثلث ثلاثة: الأم والإخوة لأم والجد في بعض أحواله، وأهل السدس سبعة هم أكثر أهل الفروض، الذين لهم السدس هم أكثر أهل الفروض وعددهم سبعة. هؤلاء السبعة أيها الأحباب هم الأب والأم والجد والجدة وبنت الابن والأخت من الأب وولد الأم، يعني أخ من الأم أو أخت من الأم، لأن الذكر والأنثى سواء في أولاد الأم. فهؤلاء عددهم 21، إذا انفرد لهم كل واحد له نصيب مقدر شرعا لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. وقلنا بأن العول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء، زيادة في السهام ونقص في الأنصباء، وأن من الأصول أصل يعول وأصل لا يعول. وأصل لا يعول، الأصول التي تعول ثلاثة: أصل ستة
يعول إلى 7 إلى 8 إلى 9 إلى 10، وأصل 12 يعود 3 مرات إلى 13 إلى 15 إلى 17، وأصل 24 يعول مرة واحدة إلى 27. وأما بقية الأصول، أصل 2 ما يعول، أصل 3 ما يعول، أصل 4 ما يعول، أصل 8 ما يعول. 4 أصول لا تعول وثلاثة تعول. الأول يعود 4 مرات، والعول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء. قلنا إذا كان عندنا عاصب، إذا انفرد أخذ جميع المال مهما كانت قرابته، وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما أبقت الفروض، وإذا لم يبق شيء ساقطا إلا 3، الأب والابن والجد، هؤلاء لا يمكن أن يسقطوا، وإلا فإنه يسقط إذا لم يبق له شيء. قلنا أيها الأحباب، إذا كان عندنا فروض، يعني ما عندنا عاصب علشان نعطيه المال أو بقية المال، لكن عندنا أصحاب فروض لكن لم تستغرق، يعني لم يستغرقوا كامل الفروض، قالوا هلك محمد عن جدة، أقول الجدة لها السدس، وما بقي فلأقرب رجل ذكر، قالوا ما في أحد، أقول أعطوه الجدة. لأن لو قلنا هلك محمد عن جدة وقلنا لها جميع المال، أي واحد يقول خطأ، لكن أقول لها السدس وما بقي فلأقرب رجل ذكر، فإن لم يبق شيء، فإذا ما كان هناك أحد أخذه. هلك سعد عن أخ أو أخت من الأم، أقول له السدس وما بقي لأقرب رجل ذكر، قالوا ما في أحد، أقول أعطوه الأخ من الأم أو الأخت من الأم. هلك سعد عن أم، أقول الأم لها الثلث وما بقي فلأقرب رجل ذكر، قالوا ما في أحد، أقول أعطوه الأم. فالورثة يرد عليهم، أهل الفروض يرد عليهم إلا 2 لا يرد عليهم وهم من أهل الفروض، وهذان الاثنان هما الزوج والزوجة، فالزوج يأخذ نصيبه فقط، السدس الربع أو النصف، والزوجة تأخذ نصيبها فقط الربع أو الثمن، ولا يرد عليهم. وهذا هو ما ذهب إليه جمهور الصحابة، وذلك فهما من الآية الكريمة، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أولو الأرحام، قالوا الزوج ما هو برحم، ما هو ليس صاحب رحم، والزوجة ليست صاحبة رحم، وإنما وارثوا للعلاقة الزوجية، بخلاف الأم، بخلاف يعني بخلاف البنت، بخلاف بنت الابن، بخلاف الأخت، بخلاف يعني بنت الابن، وهكذا. فإن الزوج والزوجة لا يرد عليهم. طيب، مر بنا مسألة أيها الأحباب، إذا كان عندنا مسألة رد وفيها زوج، أكون مضطر أعطي الزوج؟ قال لا، أولا أقسم المسألة بداية وأعطي الزوج نصيبه بدون رد، أعطي الزوج الربع بدون رد، وأعطي الزوجة الثمن بدون رد، أو أعطي الزوج النصف، أو أعطي الزوجة الربع بدون رد، ثم بقية الورثة أقسم الباقي عليهم وأرد ما زاد عن استحقاقهم، ما زاد عن استحقاقهم. وقلنا أيها الأحباب بأن هناك رجال يعصبون أخواتهم، رجال من العصبة يعصبون أخواتهم، فمثلا الابن يعصب أخته، ابن الابن يعصب أخته فيكون عصبة، الأخ يعصب أخته، الأخ الشقيق، الأخ من الأب يعصب أخته، فهو يعصبها، ويأخذون المال للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا فمر بنا 4 رجال، أو الآن درسنا، 4 رجال يعصبون أخواتهم، وهم الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ من الأب. أما بقيتهم، العم ما يعصب أخته لأن العمة ما ترث، بنت الأخ، الأخ ما يعصب أخته لأن بنت الأخ لا ترث لأنها ليست من الوارثات، بنت الأخ،
ويقول فيها الناظم: والوارثات من الرجال سبع، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بان. فبنت الأخ ليست من الورثة، فابن الأخ يرث بنفسه ولا يعصب أخته. فموضوعنا الآن: العصبة من هم؟ هو من يدل كل إنسان ليس بينه وبين الميت أنثى، ليس بينه يعني ليست هي سبب القرابة أنثى، لأنه عندنا الأخ من الأم العلاقة أمه، فنقول ليس من العصبة وإنما هو من أهل الفروض. فأي واحد ليس بينه وبين الميت أو علاقة أنثى نعتبره من العصبة يعني من الرجال، وهم والعريثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهر. نستبعد الزوج لأنه من أهل الفروض وليس من أهل التعصيب، وما بقي من ونستبعد الأخ من الأم لأنه من أهل الفروض وليس من أهل التعصيب، ونضيف إلى العصبة المعتقة، المعتقة وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة كما ذكر الناظم. نقرأ الآن أيها الأحباب ما ذكره المؤلف في باب ميراث العصبة من القرابة. أولا: من هم العصبة؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ميراث العصبة من القرابة. وهم كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى، كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى. عندنا الآن أخ من الأم بينه وبين الميت أنثى وهي أمه، نقول هذا ليس من العصبة، وإنما العاصب هو الذي ليس بينه وبين الميت أنثى، وهو مثلا الابن، وهو مثلا ابن الابن، وهو الأخ، وهو الأخ من الأب، وهو ابن الأخ إلى آخره. نعم. وهم كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى. وهم نعم. وهم الأب والابن. الأب والابن. ومن أدلى بهما من الذكور. من أدلى بالأب، من أدلى بالابن. من أدلى بالأب يعني بالأبوة، ومن أدلى بالابن يعني من الأبناء، يعني ابن 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 ابن، أو أب أو أبو، يعني مثلا يعني أبو أب أب إلى آخره، يعني في الجد الثالث أو الرابع. نعم. فأحقهم بالميراث أقربهم. كل ما قرب فإن القريب يحجب البعيد، القريب يحجب البعيد. وباب الحجب يعتبر أيها الأحبة من أهم أبواب الفرائض، حيث يقول أهل العلم: حرام حرام على من لا يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض. لأنه لو قلنا مثلا عندنا أب وجد، الجد ما يرث، بينما لو الأب ما هو موجود ورثنا الجد. عندنا مثلا جدة وأم، الجدة لا ترث لوجود الأم. عندنا ابن ابن لا يرث مع وجود الابن. عندنا ابن أخ لا يرث مع وجود الأخ. فنقول: فإذا كان الأقرب فالأقرب، وأما الأبعد فإنه يحجبه الأقرب. نعم. ويسقط به من بعد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر. أقرب راع أقرب واحد. عندنا ابن وابن ابن، نقول ابن الابن ما له مجال، الميراث للابن. عندنا أخ وبين أخ، نقول الأخ هو الوارث، أما ابن الأخ ما له شيء. عندنا عم وبين عم، المال للعم وليس لابن العم. كل ما قرب فإنه يرث، والأقرب يحجب الأبعد، والأقرب يا شيخ أحمد يحجب الأبعد، وهكذا. نعم. وأحقهم الابن وابنه وإن نزل. الابن وابنه وإن نزل، يعني ابن 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 ابن، يعني لو في الجد الرابع ولا الخامس. نعم. لأن الله تعالى بدأ بهم بقوله:
يوصيكم الله في أولادكم. نعم. والعرب لغة العرب القرآن يعني نزل بلسان عربي مبين، ولغة العرب تبين هذا وتوضحه. نعم. والعرب تبدأ بالأهم فالأهم. نعم. الابن، طيب ما في عندنا ابن، نقول إذن ابن ابن، قالوا ما عندنا ابن ابن، نقول ابن ابن ابن، وهكذا. نعم. ثم الأب، ثم الأب يعني الابن، إذا عندنا أب وابن، الأب من أصحاب الفروض والابن هو العاصب، فالابن مقدم، لأن عندنا مثلا الدرجات، مرت بنا درجات الميراث، بنوة ثم أبوة ثم جدودة وأخوة ثم عمومة وبنوهم ثم ولاء. ولا والولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرث به المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. نعم. لأن سائر العصبات يدلون به. نعم. ثم الجد أبو يعني الأب، يعني عندنا الآن ابن وأب، من هو العاصب؟ نقول الابن. عندنا جد وأب، من هو العاصب؟ الأب، وهكذا. نعم. وإن على. نعم. لأنه أب. ثم بنو الأب وهم الإخوة. بنو الأب وهم الإخوة، وعندنا باب كبير في الفرائض نسميه باب الجد والإخوة، باب الجد والإخوة. وإذا قلنا الإخوة فنعني بهم الإخوة الأشقاء والإخوة من الأب، وأما الإخوة لأم فلا مجال لهم مع الجد، لا يرثون شيئا. فإذا جاءنا باب الجد والإخوة، من المقصود بالإخوة؟ نقول المقصود بالإخوة الأشقاء والإخوة من الأب. طيب والإخوة من الأم؟ نقول لا مجال لهم مع الجد، فالجد يحجبهم، ومن شرط ميراث أولاد الأم اللي هم الإخوة من الأم عدم وجود الأب وعدم وجود الجد أو أبو الجد، وهكذا. نعم. ثم بنوهم وإن نزلوا. ثم بنو جد الأب. ثم بنو من هم بنو الجد يا شيخ عثمان؟ بنو الجد من هم يا بني؟ الأعمام. بنو الجد هم الأعمام، يعني إخوان الأب. أخو الأب نسميه نقول عم. أبوهم من هو؟ الجد. ليس أبوهم الأب، وإنما أبوهم الجد. ثم بنو الجد وهم الأعمام، وهم إخوة الأب الذكور، وأما العمات فهن من ذوي الأرحام. نعم. ثم بنو جد الأب. نعم. وهم أعمام الأب. نعم. ثم بنوهم وإن نزلوا. وعلى هذا لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه، لأن الأقرب هم الذين يرثون، فالأقرب يحجب الأبعد، وإن كان الأبعد في الأصل وارثا لكن وجود الأقرب حجبه. نعم. وإن نزلت مثلا، لو قلنا عندنا ابن وابن ابن، لو من الابن وحده قلنا يرث هو كغيره، لكن لوجود الابن حجبه فقلنا ليس له من الميراث شيء. نعم. وإن نزلت درجتهم وأولى ولد كل أب أقربهم إليه، كلما قرب فإنه يحجب الأبعد. نعم. فإن استوت درجتهم فأولاهم من كان لأب وأم. إذا استوت درجتهم إخوة فنقدم الشقيق على الأب، إذا كانت درجتهم واحدة كلهم درجتهم أخوة، فنحن نقدم من أدلى يعني بسببين على من أدلى بقوة، على من أدلى بسبب واحد، فالأخ من الشقيق يحجب الأخ من الأب، وإلا كلهم في مرتبة واحدة وهي مرتبة الأخوة. نعم. لحديث علي: وليس في فريضة يرث فيها العصبة عول ولا رد،
لأن العصبة يأخذ المال كله. العاصب قلنا أيها الأحبة يأخذ المال كله، إذا انفرد أخذ جميع المال، وإذا مع أحد صاحب فرض أخذ ما أبقت الفروض، وإذا لم يبق شيء سقطا إلا ثلاثة: الأب والابن والجد. ومثلت مرارا وتكرارا لشخص واحد وهو من الورثة، مرة قالوا مالي فلان، قلت له كل المال، والثانية قلت له ما أبقت الفروض وهو شخص واحد، والثالثة قلت يسقط. مثلت لذلك بالأخ من الأب، قالوا هلكت ليلى وتركت مالا كثيرا، تركت عماير وتركت ورش وتركت أشياء تجارية وعقارات، ومن تركت؟ قالوا ما في أحد في مكة ولا في غير مكة إلا أخوها من الأب. نقول له كل ما تركت. بعد فترة جاء واحدة ثانية وقالوا هلكت فاطمة وتركت زوج وأخ من الأب. أقول الزوج له النصف، لماذا؟ لعدم الفرع الوارث، والباقي للأخ من الأب يتناصفونه. إذا كان 10 عماير أو 15 عمارة هذا له نصف هذا النصف. مرة ثالثة قالوا هلكت فاطمة وتركت زوج وشقيقة وأخ من الأب، زوج وشقيقة وأخ من الأب. أقول الزوج له النصف والشقيقة لها النصف، والأخ من الأب أقول يسقط، ليس له لا درهم ولا دينار، ليس له شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، وما بقي شيء فنحن لا نعطي. فأحكام العصبة ثلاثة، وهي من الأهمية بمكان: إذا انفرد العاصب أخذ جميع المال، وإذا كان معه صاحب فرض أخذ صاحب الفرض فرضه وما بقي فهو له، وإذا لم يبق شيء سقط إلا ثلاثة نستثنيهم ما يسقطون، وهم الأب والابن والجد. ولقوله تعالى في الأخ: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، يعني يرث أخته إن لم يكن لها ولد. فإن كان لها ولد، إذا كان ولد ذكر فهو يحجب أخاها، وإذا ولد أنثى فإنها تأخذ نصيبها والباقي للأخ. نعم. أضاف الميراث جميعه إليه، وإن كان معه ذو فروض أخذ الباقي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا قصة اللي مرت علينا قبل 3 أيام، سعد بن الربيع من أعيان الأنصار في المدينة من الأشياخ، جاء وقد استشهد سعد رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، عنده بنتين وعنده شيء من المال، لو أخ جاء الأخ هذا واخذ المال، واخذ ما تركه سعد، بنات أخذ ما كل ما تركه. جاءت زوجته لسعد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله إن أخاك سعد قد استشهد معك في أحد، وإن أخاه جاء واخذ المال كله، وعنده بنتين والبنات ما يتزوجن، لا تنكحوا إلا إذا عندها مال، وعمه أخذ المال. فالنبي عليه الصلاة والسلام وعدها خيرا، ثم استدعاها وقال لك الثمن، زوجة سعد لك الثمن، ولابنتيه الثلثين، وللعم، قال للعم لك الباقي، لك الباقي. قلنا مسألة من كم يا شيخ عثمان؟ من كم يا بني؟ يقول الشيخ عثمان من 24، لماذا؟ لأن فيها ثمن وثلثين، فالمسألة من 24، يكون زوجة سعد لها الثمن 3، وبنات سعد الثنتين اللي تقول أمهن لا صار ما عنده مال ما يتزوجن لهن 16، كم يبقى؟ يبقى كم؟ 5؟ يبقى 5 لعمهن تعصيبا. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأخي سعد بن الربيع: أعطي ابنتي سعد الثلثين، وأعطي أمهن وزوجته الثمن، وأعطي أمهما الثمن، فهو لك وما بقي فهو لك، يرثوا، يعني هم ورثوا بالفرض، البنات أخذن الثلثين بالفرض، والزوجة أخذت الثمن بالفرض، وما بقي فهو لأخيه تعصيبا،
وهو 5 من 24، لأن أصل 24 قلنا من الأصول، وقلنا إنه يعول كم مرة يا شيخ أحمد؟ شيخ أحمد كم يعول 24؟ يعول مرة واحدة. إلى طيب واصل 6 يا بني، 7 و8 و9 و10، واصل 12 كم؟ 3 مرات، إلى 13 وإلى 15 وإلى 17. والعول، والعول تعريفه يا شيخ صديق، مش تعريف العول يا بني؟ زيادة في السهام ونقص في الأنصباء. وعدد الأصول قلنا كم؟ عدد الأصول كلها 7، 3 تعول و4 لا تعول، التي تعول 6 و12 و24، والتي لا تعول 2 و3 و4 و8. أحسنت، نعم. وقوله عليه السلام: فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر، وإن استغرقت الفروض المال سقط العاصب. إذا استغرقت الفروض المال، هذا أخذ ربع وهذا أخذ سدس وهذا كذا وما بقي شيء، نقول له يفتح الله مالك شيء، سقط لأن حقه في الباقي، لأن حقه في الباقي ولم يبق شيء. نعم. ولا باقي هنا. فصل. عندنا بعض الذكور يعصبون أخواتهم، الابن يعصب أخته، والأخ يعصب أخته، الأخ الشقيق والأخ نعب يعصبون أخواتهم، الابن يعصب أخته، ابن الابن يعصب أخته، وما عداهم فلا، يعني العم لا يعصب أخته، وابن العم لا يعصب أخته، وابن الأخ لا يعصب أخته، وهكذا. نعم. وأربعة من الذكور يعصبون أخواتهم أخواتهم فيمنعون الفرض ويقتسمون ما ورثوا. الذكر مثل حظ الأنثيين، لو قلنا مثلا هلك محمد عن زوجة وابن وبنت، نقول الزوجة لها الثمن والباقي 7 للابن والبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين، رؤوسهم 3 وسهامهم 7 مباينة، نأخذ 3 ونضعها أعلى ونسميها جزء السهم، ونضربها في 8 تطلع المسألة من 24، ونسمي 24 المصح، نقول للزوجة 1 في 3 ب3، وللابن والبنت 7 في 3 ب21، للابن 14 وللبنت 7، وانتهت المسألة. نعم. للذكر مثل حظ الأنثيين، وهم الابن وابنه والأخ من الأبوين أو من الأب، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقوله: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. ومن عدا هؤلاء من العصبات ينفرد الذكور دون الإناث، فالأعمام وأولاد الأعمام وأولاد الإخوة ينفرد الذكور بالإرث دون أخواتهم. نعم. ينفرد الذكور بالميراث دون الإناث كبني الإخوة والأعمام وبنيهم، لأن أخواتهم من أولي الأرحام. فصل. وإن اجتمع، وقلنا من هذه المسائل يعني ينبغي التنبه لها، كثير من الناس يشتبه عليه، يعني بالنسبة اللي يعصبون أخواتهم، قلت أنه مر بقضية أحد الأيام، واحد يقول أن الرجل مات وترك أولاد أخوه، أولاد أخوه يعني اللي هو عمهم، مات العم ترك أولاد أخوه، يقول سألوني هذا السائل، يقول سألوني، قلت المسألة واضحة، وما وضوحها؟ قال قلت لهم للذكر مثل حظ الأنثيين. سأل قال الكلام صح، قلت له يا أخي هذا الكلام غلط، أنت أخطأت في جوابك. قال ولما؟ قلت لأنك ورثت بنات الأخ، وبنات الأخ لا يرثنا، وإنما هو للأبناء دون البنات، فبنات الأخ لا يرثنا، ولو رجعت إلى الرحمية والوارثات من النساء 7 لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، ما تجد بنت الأخت معها، بنت الأخ مع هؤلاء. فهذه مسائل ينبغي التنبه لها بدقة لأجل ألا نقع في الخطأ. نعم. وإن اجتمع في شخص واحد سببان يقتضيان الإرث
اجتمع في شخص واحد سببين. قلنا وش علاقك؟ قال أنا زوج. قلنا طيب وش علاقك أيضا؟ قال أنا ابن عم. مدام زوج وابن عم نعطيه زوج كونه زوج بالفرض ونعطيه ابن عم بالتعصيب مثلا. قلنا وش علاقك أنت ثاني؟ قال أنا زوج، أنا أخ، أنا ابن عم وأخ من الأم، أمي وأمها واحدة، وفي نفس الوقت يعني ابن عم. قلنا ترث بكونك ابن عم وترث بكونك ابن وترث بكونك أخ من الأم. فإذا اجتمع في شخص سببين، سبب فرض سبب تعصيب، فإنه يرث بكليهما. نعم. وإن اجتمع في شخص واحد في شخص واحد سببان يقتضيان الإرث كزوج هو ابن عم أو ابن عم هو أخ من أم ورث بهما جميعا، يعني بكونه ابن عم وبكونه زوج، بكونه ابن عم وبكونه أخ من الأم، لأن كل واحد على حدة يستحق بهما الميراث جميعا. نعم. ورث بهما جميعا، فإن كان ابن عم أحدهما أخ لأم نعم. فللأخ للأم السدس والباقي بينهما نصفان، يعني اثنين هو واحد أخ من الأم وهم كلهم ابن عم، نقول المسألة من ستة. الابن العم الزوج أو الأخ من الأم هذا نعطيه السدس لكونه أخ من الأم، ثم الباقي نقسمه عليهم لكونهم عصبة. نعم. والباقي بينهما نصفان، وإن كانوا ثلاثة نعم. كبني عم أحدهم زوج والآخر أخ لأم، فللزوج النصف وللأخ السدس والباقي يقسم على الثلاثة، لأن الثلاثة كلهم أبناء عم. نعم. والباقي بينهما ثلاثة، لأن قرابة الأم يرث بها منفردة فلم يرجح بها كالزوجية. لعلنا أيها الأحباب نكتفي بهذا على أن نقرأ ما في هناك من أسئلة، ثم يكون درسنا في يوم غد يتعلق بالمناسخات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وباب المناسخات يعتبر من أهم الأبواب، لأن بعض الناس قد يتأخرون في قسمة التركة وتكون المسألة متشعبة، يعني لو قلنا توفي شخص في مكة عنده ثلاثة أولاد وما قسموا، بعد فترة مات واحد من الأولاد وعنده زوجتين وأولاد، بعد فترة ماتت واحدة من الزوجات وعندها أم وأب، بعد فترة مات الأم ولا مات الأب، فتجد نصف أهل مكة دخلوا في المسألة. فالأولى المبادرة، المبادرة. يقول السائل الكريم، يقول واحد عنده حرمتين، واحد عنده ثلاث أولاد، واحد عنده ولدين، مات واحد من اللي من الثلاثة، هل يرث جميع إخوته من هذه ومن هذا أو لا؟ نقول لا، يرثوه الأشقاء دون الإخوة من الأب، لكن لو انقرض الإخوة من الأب، لو انقرض الإخوة الأشقاء ورثه الإخوة من الأب، لكن ما دام الإخوة من الأب موجودين فهم يحجبون إخوتهم فلا يرثون شيئا. نعم. وما دام أبوهم موجود كلهم ما يرثون، أبوهم إذا كان موجود كلهم ما يرثون.